السلام عليكم متابعي باني ايموبيلي. اليوم جبنا واحد الفيلا خاصة تبارك الله في مدينة الرباط وبالضبط في حي الرياض. المساحة ديالها 1138 متر مربع. انا ما غنهضرش عليها بزاف، انا خليو تشوفوا لي ديتاي بعينيكم. يلا نشوفوها. فيلا قريبة لجميع المرافق العمومية، انفصليها مدرسة رياض المعرفة وكاع المرافق العمومية. الفيلا فيها 3 ديال لي نيفو. كاين عندنا هاد لو نيفو 1 فيه 3 ديال لي صالون، كاين عندنا هذا ماروكان، وعندنا جوج ديال لي صالون اخرين اوروبيان. من بعد عندنا هاد صالا مونجي كبيره تبارك الله، هذا لو نيفو الثاني خاص بلي شومبر، راه كيتواجدوا فيه 4 ديال لي شومبر وكل شومبر بالحمام ديالها. كاين عندنا لو سوسول فيه حمام بلدي، فيه صونا، وهذه الجردة. واخر حاجه هو البيسين مجهز.